دورين برونيا يسيطر على الكرة. دورين برونيا حارس مرمى دينامو بوخارست الروماني، كان الحارس الأساسي لرومانيا في التصفيات، ثم استعاد بوغدان ستيليا مكانه الأساسي في أول مباراتين، لكن بعدما استقبل مرماه 4 أهداف سويسرية أعيد إلى مقاعد الاحتياط ستيليا وعاد برونيا للمركز الأساسي. هجمة لمنتخب رومانيا وكرة على مشارف منطقة الجزاء عند فلوران رادوتشيو، ينقل كرة عرضية في المرمى، هدف أول لرومانيا عن طريق دان بيتريسكو الظهير الأيمن الذي يتقدم من الخلف ويتلقى تمريرة رادوتشيو وينفرد بالمرمى من الزاوية اليمنى ويسجل هدف السبق لرومانيا في مرمى توني ميولا. هدف لرومانيا لا شيء لأمريكا بعد 13 دقيقة لعب. إذن دان بيتريسكو الظهير الروماني 27 سنة يلعب مباراته الدولية 33 ويسجل هدفه الدولي الرابع والأول في نهايات كأس العالم. هذه إعادة للهدف، تمريرة ذكية كانت من رادوتشيو إلى بيتريسكو الظهير المندفع من الخلف الذي سجل الكرة من زاوية صعبة، أعتقد أن توني ميولا يسأل عنها كما يسأل الدفاع أيضا عن مراقبة بيتريسكو. وأساسا مهمة مراقبة الظهير تبدأ من المهاجم أو من لاعب الوسط على الأقل، لكن هذه مزية اللاعب الخفي الظهير الذي يندفع من الخلف لمساندة الهجوم. دان بيتريسكو لاعب نادي جينوا الإيطالي يسجل هدف سبق لمنتخب بلاده، ورومانيا تتقدم بهدف مقابل لا شيء لأمريكا بعد 17 دقيقة من البداية.